كنت انا والدري خدامين بغينا نمشيو نجيبو الغدا بحال قلتي دزنا من هنا جيت الباساج ومع دزنا بشي 15 بشي 4 دقائق 5 دقائق السيدي وطي عليه الجعبه كان حتى هو داز فهمتي باساج طاحت عليه ديك القضيب عرفتي اللي كيدير البني ديك الحديد الطويله طاحت عليه مسكين طاحت ليه من هنايا وخرجت ليه من هنا مسكين فهمتي صافي فاش طاحت عليه حنايا سمعنا الاخبار فاش خرجنا شفنا ديك اللقطه فحال ما حنا دزنا من حداه صدمنا انا بقيت كنشوف كثر الصدمه بعد تكشات فيه الحديده بحال هكا من هنايا ويخرج ليه من هنا الحديده طويله صافي لقيناه مسكين نعاس في الارض وحنا معايا لا دزنا من تماك تصدمنا فهمتي كتشوف ديك اللقطه وانت لا دزتي من تماك صافي ما شعور انا فهمتي انا التفكير تحبس ليا صافي تا الدري تا هو اللي كان ما يحس حس هو بواحد شويه الاحساس خاصو يجاوب شي يقول له المهم انا صافي فاش دزنا طلعنا هودنا باتينا ديك الشقله مشينا شفنا لقينا ديك السيد فهمتي كتقول ناري انا لا دزت من هنايا والسيد طرات هاد الكاريتشه فهمتي راه بيرك يكون باغي باغي قبل مني صافي تا استغربش كنحمد الله كتب لي عمر جديد فهمتي وصافي حنايا كندوك كنقولوا للمسؤولين يقادوا خدمتهم وديك المدرسه حيت هي مدرسه حديت طاحت من فوق المدرسه تخيل مع الدراري الصغار خارجين مازال الراجل كبير فهمتي استحمل ديك الضربه وبقى صابر فاسك واش الدري الصغير مع الخلا الله يستر يقدر يموت صح واش فهمتيني فين دوت لك اخويا كيكونوا الدراري خارجين جاب الله مشي الساعه ديال الخروج كانت الساعه ديال الخروج الله يستر غطى على شي دري صغير غتقتلو وسبحان الله كيف ما كتشوفوا الصديق كنا دايزين انا وياه ميم با 4 دقائق عاد زدنا حنايا ويدوز من مورانا ويطرى هذا الحديث هذا ما يمكنش سبحان الله ما يمكنش هذيك اللعيبه اللي شفناها تصدمنا الصراحه حديده من الفوق قول شي كاتريام ايطاج من تما لهنا داخله لي من هنا خرج لي من جهه القلب مثلا نتمنوا ليه يكون بخير ويشوفوا يشوفوا الناس يشوفوا من جهته الصراحه كانت صدمه ملي كتشوف هذيك الحاله اللي ما عمرك شفتيها صراحه عمرنا شفنا بحال البلان هكا ولكن راه داكشي ديال الله مكتاب الله هو هذا حنا دزنا هو شو تلقى دابا هذا عطى شي درهم حنا عطينا درهم هو ما عطاش طاح يا ربي دير شي تاوي ديال الخير مكتاب الله هادشي اللي كاين حنا فاش شفنا اللقطه فهمتي تصدمنا بزاف اصاحبي حشمه صراحه بحال هنايا ولا سبحان الله كون كنت فهمتي بحال هاد اللقطه عمرها طرات صراحه عمرنا شفنا هاد اللقطه بحال هكا شي واحد غادي دخلت لي حديده من هنايا ما عرفت سبحان الله ما يمكنش وباقي عايش فهمتي حيت دخلات وخرجات وباقي السيد تيتنفس وكيدوي عادو اصدقاء ديالو كيصبروا فيه باش يصبر والامن الوطني تما راه داروا خدمتهم عيطوا على البومبيه والامبيلونس قداو الغار سبحان الله العظيم حتى هو بقاو الشوك ديالو وهذيك الضربه اللي فيه بغيش على الكارو بغيش على الكارو والله بغيش على الكارو ما تحب راسو بحال ما كاينش شي لعيبه ما كاينش لا راه ما كاين والو هادي فهمتي تطمئن شويه بعدا